نقية مؤسسة مواطنة، وهذه في ظل كوفيد، بداية كوفيد المؤسسة النقلية الوطنية برهنوا بأنهم عندهم واحد الحس وطني وكيخدموا بواحد الوطنية. اليوم عقدنا ندوة صحفية لتسليط الأضواء حول دعم الحكومة لمؤسسة النقل، القطاع للنقل، لهذا الدعم اللي لا يستجيب لطموحات ومطالب مؤسسة النقل أو المهنيين بصفة عامة، خصوصا النقل الدولي، لأن المؤسسة النقلية اللي كتشتغل اللي كتزاول النقل الدولي هنا في المغرب كتلقى امامها واحد الاسطول اجنبي والمنافس الاجنبي اللي هو كبير، سورتو الاسطول الاجنبي الاسباني وكذا الفرنسي. هذا مؤسسة النقل الاجنبية تلقات واحد الدعم اللي هو مباشر وكبير من المؤسسة الحكومية ديالها، اللي كتجاوب اللي كتتراوح بين 1200 حتى 1300 اورو للشاحنة الواحدة شهريا، كما انهم كيستافدوا من الغازوال المهني وعطاهم واحد الامتياز ديال 0.20 سنت في الغازوال، وعطاهم واحد 0.15 سنت ديال في البرودوي لادبلو، في ظل هذا الدعم المباشر ديال المؤسسات الاجنبيه للمؤسسات النقليه ديالهم. المؤسسات النقليه الوطنيه اللي كتشتغل في النقل الدولي لا تستطيع باش تسير هذا المنافسه الشرسه، وحتى الزبائن ديالنا كيقولوا بانه راه الحكومه المغربيه خصها لكم واحد الدعم، وهذا الدعم ضعيف وضئيل ولا يستجيب للمؤسسات النقليه والمهني اللي كيشتغل في النقل بصفه عامه، لا النقل الدولي، لا النقل الوطني، لا النقل المستخدم، لا النقل السياحي، لا النقل العمومي، الجميع كيتشكى. لهذا الجمعيه ديالنا استجابت الدخول التوقف عن العمل مع تضامنا مع الجامعه الوطنيه للنقل متعدد الوسائط، واليوم احنا دخلنا هذا التوقف عن العمل باربع المطالب ديالنا، وهو الاسراع في اخراج اطار قانوني وتنظيمي لمؤشر الغازوال لانديكساسيون، كما كنطلبهم بايجاد حلول وتاخير اداء الاقساط الشهريه للايجار للقروض والايجار ديال الشاحنه ديالهم، كما نطالب بتحديد التكلفه المرجعيه، كما المطلب الرابع هو الاستفاده من الغازوال المهني. كما كتعرفوا جميع مثلا قطاع الصيد البحري واحد الفئه منه كيستافد من هذا الغازوال المهني. علاش حنا كناديو هذه سنين هذه وكنا كناديو من الاستفاده من هذا الغازوال المهني، الى حد اليوم مازال الحكومه ديالنا بغاو يستجيبوا لهذا النداء، في حين بانه الاسطول الاجنبي هذه ازيد من 20 سنه وهما كيستافدوا من هذا الغازوال المهني في الديار الاوروبيه، خصوصا الاسبانيه والفرنسيه. لهذه الاسباب نطالب بايجاد حلول جذريه بالنسبه للقطاع النقل الطرق الدولي للبضائع، كما نطالب المسؤولين بالتحلي بروح المواطنه من اجل انقاذ اسطول نقل الطرق الدولي للبضائع، كي لا يكون مصيره كمصير اسطول البحر المغربي الذي اصبح في خبر كان. التكلفة تزادت بواحد الشكل رهيب، لأنه كاين النسبة المئوية ديال الزيادة ديال الغازوال اللي تجاوزت 60-70%، وكاين كذلك التكلفة ديال الثقل ديال مادة الغازوال في التكلفة العامة ديال النقل، اللي كانت حوالي 35% الآن أصبحت في حدود 70%، حوالي 70%، وبالتالي أصبح هامش الربح منعدم، مش يتقلص بل انعدم نهائيا. وحنا داخلين في يعني كما يقال داخلين في مرحلة ما قبل الإفلاس، لذا نطالب بإيجاد حلول سريعة وجذرية لإنقاذ المؤسسة النقلية. ما قبل هذا الإشكال هذا ديال الغازوال كنا عانينا كثيرا مع الدعائر اللي كنا كنأديوها في نقطة العبور أو الحدود في الجزيرة الخضراء، بحيث أغلب الشاحنات كانت كتأدي واحد الدعائر
ديال الغازوال، لانه اصلا كانوا فرضوا عنا باش ما ندخلوش بكثر من 200 ايترو، وبالتالي اللي عنده اي واحد دخل كيخلص دائره تتراوح بين 250 300 حتى الحدود 1000 اورو. هذا كنا كنعانيو منه زياده عن مشكل اخر اللي كان في بدايه الموسم عانينا منه كثيرا، وهو رفض تاشيرات السائقين ديالنا. كذلك كان زمنا الوضع ديالنا، ما كناش خدامين بالاسطول ديالنا يعني 100%، والان احنا داخلين في مشكل اخر. يعني تقريبا نقدر نقول بانها سنه سوداء بالنسبه لقطاع النقل الطرقي الدولي. نعم، كذلك بالنسبه لمساله تقليص حجم الصادرات ديال الطماطم من المغرب حول نحو اوروبا، كذلك اثر بشكل كبير. علاش؟ لانه الطلب على الشاحنات عرف واحد النقص كبير، حتى هو اثر كاين هذا الاشكال هذا. ولكن كنهضروا هنا على ثمن المهويل ديال المحروقات بلادنا، والذهب اللي خرجت به الحكومه ديالنا بدون استشارات كما قال سيدنا المهنيين. يعني القرار كنا غادي نهضروا فيه ونناقشوه كاملين. كل هذه العوامل تضرب في العمق تنافسية شركات النقل الطرقي الدولي للبضائع أمام نظيراتها الإسبانية والفرنسية، التي استفادت من دعم مالي شهري حوالي 1300 أورو، بين 1200 أورو حتى 1300 أورو للشاحنة الواحدة، ومن الغاز والمهني كذلك. نمشي في الخوز في العودة اللي بغيت ريزيرفي الأسبقية ديما الأجنبي، حيت تخلصوا من عنده بالأورو. تتمشي أنت دابا يكونوا 10 البلايص، إلا كانوا 10 أجنبيين تتسلط البطو الجاي. ولكن ملي كانوا الشركات المغربيه ما كانش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.